بسم الله الرحمن الرحيم الزميلات والزملاء المحامين السلام عليكم ورحمه الله حديثنا الان خاص بالزميلات والزملاء المنضمين الينا حديثا الملتحقين بمهنه المحاماه حضرتكم دخلتم مهنه مقدسه في حقيقتها هي رساله المحاماه تسمعون هذا اللفظ دائما ان المحاماه رساله يعني ايه رساله ومن هو الذي يؤدي الرساله رساله انصاف المظلومين رساله الوقوف امام اصحاب الحقوق رساله المرور بالانسان في محنه وتجاوزها كم هي مهنه مقدسه فعلا دورك مقدس فعلا حضرتك بمجرد أن أقسمت يمين المحاماة وقسم المحاماة صرت مكتسبا للصفة أصبحت محاميا أصبحت محامية يعني إيه محامي؟ يعني إيه محامية؟ أستاذ وأستاذة ليكم صفة في تمثيل الناس أمام القضاء في النهوض بحقوقهم في النهوض بمشاكلهم واعبائهم في الوقوف بجوارهم حتى تمروا بهم الى بر الامان هذه المهنه تستلزم منكم استعدادا خاصا جدا فهي مختلفه عن اي مهنه من المشتغلين بالقضاء فاذا كان القاضي مرجح فانت محلق ومبدع ومرفرف القاضي بتعرض عليه القضية أمامه القانون وأمامه وجهة نظري الخصوم يرجح بينها أما أنت فتبدع الحلول تخترع لحل مشكلة موكلك تغوص في القانون وفي الواقع للوصول إلى حل لمشكلة موكلك كيف تصير محاميا ينهض بهذه الامور الحساسه الدقيقه كيف تكوني محاميه تنهض بمشاكل الناس وتشعرهم بالامان والاطمئنان لازم اول حاجه تعرفها انك انت زي بصمه الاصبع مفيش بصمه زي التانيه اطلاقا لا تتطابق ابدا بصمات الاصبع وإن كان يخلق من الشبه أربعين لكن البصمة ما فيش منها أربعين ولا اثنين بدليل إن احنا بنستغلها في تحديد الشخصية والتفرقة بين الأشخاص فلو كان هناك شبهة تطابق لما استعملناها في هذا المجال هذا هو المحامي لا يتطابق مع آخر أبدا صحيح بتاخد نماذج من أساتذتك ومن سبقونا ومن لا زلنا عالة على موائد علمهم وابحاثهم وما بذلوه من جهد بشان رفعة مهنة المحاماة ولا يغيب عنكم وكلكم تعلمون ان المحاماة هي التي تسوق الدول وتقودها سياسيا واجتماعيا وكم دوركم مهم في هذه الحياه وفي هذه المجتمعات خاصه المجتمعات الحديثه المتشابكه العلاقات المتشابكه في القوانين الكثيره المتعدده التي تجعل دور المحامي ضروريا جدا بل فرضا والفت نظركم لان مهنه المحاماه من المهن التي تناولها الفقهاء الامام الاعظم ابي حنيفه النعمان صاحب المذهب الحنفي وهو من التابعين تحدثوا في المحاماه وكان اسمها الوكاله في الخصومه ودرسوا الامر الامام ابي حنيفه وتلاميذه هل تجوز الوكاله في الخصومه يعني ينفع لو عندي مشكلة عند القاضي أجيب حد يدافع عني ما كانوش يعرفوا أيامها كلمة المحاماة وما كانتش المهنة موجودة ينفع أجيب حد يدافع عني أمام القضاء قالوا طبعا ينفع لأنه ربما يكون خصمك ألحن منك ويضيع حقك فمحتاج حد فصيح يدافع لك عن حقك ربما تكون سيدة يمنعها حيائها من المطالبة بحقوقها فتلجأ الى الوكاله في الخصومه وتوكل عنها. شفتوا قد ايه المهنه عريقه وقديمه وضاربه جذورها في جذور التاريخ. هي مش مهنه عشوائيه دي رساله ورساله حقيقيه. وبمناسبه الامام ابي حنيفه ووجاهه المحامي. كان الامام ابي حنيفه يرى في السوق من بعيد يعرف من وجاهته. كان شديد الوجاهه والاناقه، لان العالم الذي يفتي الناس في الدين لابد ان يكون سمته انيقا راقيا، وقد فهمها الامام وطبقها على نفسه، وكان انيقا في اعلى درجات الاناقه، الاناقه، وكان ينفق اموالا كثيره جدا على ثيابه، ولا يعتبر هذا اسرافا. هو ما نطلبه من المحاميه والمحامي الاناقه والوجاهه لانك صاحب فكر وصاحب تفكير وصاحب رساله فما فيش معنى لانك انت ما تكونش انيق جدا ومتميز جدا في هيئتك وفي حركتك وتراعي لغه الجسد ما تبقاش بتتحرك حركه كتير لازم حركتك تبقى محسوبه لازم كلمتك تكون محسوبه هيئتك تكون محل اعتبار شديد جدا لان الناس بتلجا ليك في الخصومات وفي المشاكل حد عنده مشكله مش قادر يحلها ما يعرفش القانون ما يعرفش هيتصرف فيها ازاي بيجي لحضرتك لازم هيئتك تطمنه لازم طريقه كلامك تطمنه لازم تتعلم من اساتذتك طب ابدا ازاي وانا لسه صغير وشاب مبتدئ وبتقولوا المحاماه كتب وقانون وفقه ومعرفه وتقاليد اعرف الحاجات دي كلها ازاي ما اول حاجه ما تستعجلش اللي بيفرق محامي عن التاني المحامي العظيم حضراتكم دلوقتي طالعين كلكم شكل بعض مقاس واحد لكن هنشوفكم بعد شويه سنين كده تعدي عليكم هنلاقي فيكم المتميزه والمتميز هنلاقي الفصيحه والفصيح، هنلاقي منكم نماذج هنشرف بيها ونسعد. طب ايه الفرق بينهم وبين زملائهم العاديين؟ ان هو من اول لحظه اعتبر ان هو محامي محترم وانه شخص مختلف. مختلف ازاي؟ لازم يملأ نفسه بالثقافه القانونيه ومعرفه المجتمع واحواله وطباعه. لازم يكون بيترسم الاخرين. لكن ما يبقاش نموذج منهم يعني حضرتك وانت لسه في بداياتك وبتتدرب في مكتب اولا هتتعلم من استاذك هتتعلم من القضايا اللي موجوده في المكتب كمان في اوقات فراغك انصحكم بانكم تدوروا على قاعات الجلسات تسمعوا المرافعات للاساتذه المحامين المختلفين تشوفوا ازاي بيتصرفوا مع المحكمه وازاي بيترفعوا في القضايا هتجد اساتذه هتنبسط منهم جدا شوف ايه اللي بيعملوه وترسمه هتلاقي اساتذه بيتصرفوا تصرفات ما تعجبكش اعرفها عشان ما تعملهاش هو ده الاستاذ المحامي اللي بيبدا يبني نفسه المحاماه ملهاش مدرسه المحاماه مدرستها المحاكم المحاماه مدرستها الحياه المحاماه مدرستها الاحتكاك والخبره مش هتلاقي في كتاب للمحاماه هتلاقي في تاريخ للمحامين لكن مفيش كتاب للمحاماه. طب هتعلمها ازاي؟ زي ما قلت لحضرتك بانك تكسب نفسك مفيش يوم يعدي عليك الا وتكسب نفسك فيه خبره جديده. في فن التعامل مع الاخرين، في فن التعامل مع المحكمه، في فن التعامل مع زملائك، واخترع اسلوب للتعامل، اسلوب راقي، اسلوب متميز، وخلي نفسك امام. وجعلنا للمتقين اماما خليك امام في المهنه من وانت صغير وما تقولش انا لسه بادئ وانا صغير وانا هكون ايه ربنا سبحانه وتعالى في المساله اللي عرضت على سيدنا داود وسيدنا سليمان عليهما وعلى نبينا الصلاه والسلام حين عرضت المساله افتى سيدنا داود براي وافتى سيدنا سليمان ابن الصغير براي وربنا سبحانه وتعالى اسنى على راي سيدنا سليمان الابن الصغير وقال تعالى ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما اي انه لم ينفي الحكم والعلم عن داود ولا عن سليمان ولكنه سبحانه وتعالى فهمها سليمان الصغير فلا تستصغر نفسك الصغر مش بالسن الصغر بالتصرفات والكبر مش بالسن، الكبر بالتصرفات المحترمه اللائقه. انك تحترم اساتذتك الذين سبقوك لانك عاله عليهم وبتتعلم منهم، صحيح مش هتبقى نموذج منهم وهتبقى مختلف تماما وهتبقى انت، لكن هم قدوتك وهم اللي خدت منهم الخبرات. فلهم عليك كل الاحترام والتقدير. مباشره القضايا ومتابعتها تحضر في المحاكم تشوف القضايا دي المحامي ده بيترافع ازاي، وتاني يوم تروح تسال السكرتير، قول القضية اللي كان بيترافع فيها فلان حصل فيها ايه؟ وهي ما تخصكش، لكن انت بتكون نفسك، بتشوف ازاي هتتكلم، والأداء اللي قام بيه الأستاذ ده يا ترى أثر في المحكمة وكانت نتيجته ايه؟ وتعرف الحكم اللي تم في القضية. دي أمور تفصيلية كلها ما حدش هيقولها لك، أنا بقولها لك وبنصحك وبشدد عليك فيها. إنك أنت تقوم بهذه الأمور. مسافر في قضية، يبقى معاك كتبك، قانون المرافعات، الكود تقرأ فيه، قانون الإجراءات، الكود، كتاب صغير وتشيله في جيبك ولا في شنطتك. وأنت قاعد في الأتوبيس مسافر ساعتين رايح تحضر جلسة وهتقعد تنتظر الجلسة على ما القاضي ينده على قضيتك ساعتين كمان. الأربع ساعات دول لو قريت فيهم ثلاث ساعات هتبقى رائع جدا وهتبقى ممتاز وهتبقى واسع الاطلاع. ما فيش يوم يعد عليك الا لو تقرا فيه. ما فيش يوم يعدي عليك الا لو تكون ثقافتك العامه دائما ممتلئه. دائما تغذي نفسك باحوال المجتمع وتبقى محيط بظروفه والقضايا التي تهم المجتمع وتشغل الناس، ما تبقاش بعيد عن المجتمع ومتقوقع وسط الكتب، دي شغلة القاضي. يتقوقع لدراسة القانون وعلاقاته محدودة وحساسة جدا، لكن أنت فرد في المجتمع، عايش في وسط المجتمع. بتستمد قوتك وسلطتك منين؟ من وجودك في وسط الناس وفي نفس الوقت تبقى متميز عنهم بعلم قانوني واسع دقيق تكون متميز عنهم بمعرفة كل أحوال المجتمع اللي بتبقى عايش فيه يبقاش حد بيتكلم في موضوع وانت بعيد عنه لازم تبقى عارفه وعندك فكرة تامة بيه وتوسع معلوماتك، المحامي معلومات ثم معلومات ثم معلومات، هذا هو الأساس في المحامي. الخبرات هتكتسبها زي ما قلنا لحضرتك بمباشرة القضايا، بحضور الجلسات في أوقات فراغك، بالاهتمام بكل قضية في مكتبك، أستاذك لما يكلفك بحاجة تؤديها على أكمل وجه بكل إتقان وإخلاص. حتى لو هو ما خدش باله من جهدك المحترم، حتى لو هو ما قدرش اخلاصك واجتهادك، انت بتجتهد وبتخلص لانك قررت تكون محامي عظيم وانك تكوني محاميه عظيمه. المحامي العظيم والمحاميه العظيمه اللي هم من اول يوم بيجتهدوا اجتهادا بالغا في اداء كل ما يكلفون به، بي خلاص بيبقى ده اسلوبك في الحياه، اي شيء بتكلف به بتتقنه. تقرأ عليه كتب، تقرأ عليه قانون، تقرأ عليه تفاصيل وأحكام نقد. تلم بيه إلمام واسع. يجي الأستاذ يتكلم معاك لازم تكون على مستواه، مش عايز أقول لك كمان اسبقه. لأن هو مشغول. إنما أنت لا لسه شاب ورع، عندك طاقة، عندك جهد، عندك وقت. استثمره في بحث والاطلاع فيما يتعلق بكل قضية في إيدك. اللي يكلفك بيعمله، لكن أنت تبقى مذاكر. ودارس وملم وزي ما قلت لحضرتك لازم دايما تتصرف على انك انت بتؤدي رسالة مقدسة انت شخص مختلف رسالة مقدسة يعني بتنهض بمشاكل الناس وأمورهم بيلجأوا إليك وهم منهارين وعندهم مشاكل ومسلط عليهم سيف الاتهام ثم أنت تطمئنهم ثم أنت تسعى لرفع سيف الاتهام عن رقابهم ورفع الظلم عنهم كم هي مهنة مقدسة مهنتكم التي شرفت بكم وشرفتم بها تلك المهنة التي نتطلع إلى أن تكونوا ابناء عهد جديد تنهضون بها وتعيدوها الى سابق عهدها الذي يا طالما ستسمعون كم من اساتذه عظماء فعلوا وفعلوا ولهم تاريخ حقا يشرفهم ويشرف المهنه انتم اللي هترجعوا هذا التاريخ انتم الجيل الجديد اللي عشمانين ان انتم تطبقوا رساله المحاماه وتنهضوا بمهنه المحاماه ولازم تبقى عارف ان المهنه دي مهنه مقدسه جدا. سيدنا موسى حين اصطفاه الله عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام اختار ان يكون معاه سيدنا هارون محامي واخي هارون هو افصح مني لسانا ومن قبلها قال: هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا. ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا ليه؟ لأن زي ما قال في الآية وأخي هارون هو أفصح مني لسانا وكما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان فالبيان آية من آيات الله البيان معجزة من معجزات الله وأنتم في مهنة البيان البيان مطلوب في كل مناحي الحياه ولكن في مهنتك هو جوهر مهنه المحاماه. البيان هو روح مهنه المحاماه. وكيف تكون مبينا ومبينا الا اذا كنت ملما وعالما. نسال الله لكم التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.